القرآن عندنا قراءات عشر متواترة، حاجة اسمها القراءات الثلاثة وحاجة اسمها الشطبية. أظن ما فيش حاجة أرقى من القرآن. اسمع بقى الكلام بقى المذهول يا أساتذة يا مسلمين يا مصريين اللي بتضحكوا علينا كل شوية، والصحابة نقلوا الدين، صحابة مين اللي نقلوا الدين؟ أما بالنسبة للقرآن فالإمام الذهبي قال في معرفة القراء الكبار إن هناك سبع صحابة فقط نقلت عنهم القراءات المتواترة: علي سلام الله عليه بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري. هو ده اللي قال الذهبي قاله. يبقى هم السبعة من الصحابة دول فقط اللي نقلوا القرآن المتواتر اللي عندنا في القراءات اللي احنا بنقرأ بيها، السبعة والعشرة. بطلوا تستغفلونا وبطلوا تستهبلوا علينا وتستلطخونا، وانتوا يا شيعة وانتوا يا متشيعين اتفضلوا تعرفوا تردوا عليهم كويس. قولوا لهم اللي نقلوا الدين من الصحابة بالنسبة للقرآن سبعة، هم أربعة بس انتوا خليتهم سبعة ماشي، وحاولتوا تحشروا فيهم عمر بن الخطاب. يقول لكم الذهبي ما قالش ان عمر بن الخطاب من السبعه دولي. عاوزين تخليهم ثمانيه؟ خليهم ثمانيه. فين بقى ال 120 الف صحابي المعصوم بقى اللي نقلوا الدين؟ يا حلوين يا امامير نقلوا الدين، ولو وقعنا في الصحافه نرمي الصحابه نرمي الدين. نقول لك اللي نقل القران بقول الذهبي هم سبعه، ما فيش فيهم عمر بن الخطاب، وانا هعترف باللي موجود عندي. رقم اثنين بالنسبه للسنه اظن معروف حديث عائشة عند البخاري: منعوا كتابة الحديث، أبو بكر خد 500 حديث حرقهم وكذب على الرسول، قال لنورث ما تركناه صدقة. وعمر أصلا كان مبين المنهج ده، قال حسبنا كتاب الله، فطبيعي يمنع التحديث، وكان بيضرب بالدرة اللي بيقول الحديث، وكان ولا كعب الأحبار وزيد بن منبه عشان يقولوا بالإسرائيليات، وخالف الرسول في كل حاجة، يقول لك الرسول الله يرى وأنا أرى. وعثمان بن عفان الجيفة على الصراط جه على مثال عمر ومنع بالتحديث وحرق القرآن، جاب القراءات المتواترة اللي كانت موجودة حرقها، هيلقى الله يوم القيامة بحرقي للقرآن. هذا القرآن اللي كان مكتوب عزم على الصحابة وأخذوا حرقوا.